في تحد أطلقته إمارة دبي لسكانها والزوار يهدف إلى تحفيزهم على تعزيز لياقتهم البدنية من خلال ممارسة نشاطات متعددة من اختيارهم لمدة 30 دقيقة وعلى مدى 30 يوماً. تحدي دبي للياقة في نسخته الرابعة شهد مع انطلاقه مشاركة آلاف المهتمين من شخصيات رياضية وخبراء جاءوا من أنحاء الإمارة وما جاورها ليعيشوا هذه التجربة الرياضية. هناك طبعا نشاطات وفعاليات كثيرة وحصص على مستوى المدينة، فالمشاركة للجميع، جميع فئات المجتمع أن يشاركون معنا، كبار صغار، مواطنين مقيمين، لكل فئات المجتمع أن يشاركون معنا. وأيضا هناك مشاركات جماعية، فعاليات مشاركات الجماعية بتكون إن شاء الله موجودة، وأيضا هناك مفاجآت أكثر وأكثر راح نعلن عنها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة. وفي أماكن متعددة من شواطئ ومنتزهات انتشرت فعاليات تحدي دبي لتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية الافتراضية منها والواقعية لحث المشاركين على اتباع نمط حياة صحي ونشط، وتشجعهم طوال شهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأماكن التي تناسبهم، سواء في المنزل أو مواقع آمنة تطبق فيها إجراءات التباعد الاجتماعي. السنة اللي فاتت شاركنا بس كان في وقت متأخر. أنا شايف السنة دي كان يعني في إجراءات كتيرة أكتر من السنة اللي فاتت بخصوص الحماية عشان السيتويشن اللي احنا فيها. مناسب كمان السيدات، لأن لقيت في سكشن خاص السيدات فيه برايفسي، ودي حاجة كويسة يعني لينا احنا كمحجبات أو كسيدات. السيفتي فيه بريكوشنز كتير عالية، في سوشيال ديستانسينج، في سانيتايزينج. أنا شفت الوركرز بيجوا بيطهروا كل الأماكن من وقت للتاني بعد ما حد بيستخدمها. وفي سياق متصل شهدت مدينة حتى وبالتزامن مع هذا الحدث انطلاق بطولة ألواح التجديف الواقف والكاياك، التي رسمت لوحة إبداعية على سطح مياه سد حتى لتكون بمثابة مكمل لأنشطة وفعاليات تحدي دبي للياقة البدنية، وتنشر أنشطة التحدي المتنوعة في مدن ومناطق الإمارة سواء بعدت عن مركزها أو قربت. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.